ومع الالتزام بتقاليد الزي، هناك إلزام في المجالس بطقوس خاصة لشرب القهوة، تبدأ من طريقة الإعداد والتحضير إلى التقديم. يشرع القهوجي لتقديم فناجين القهوة من الدلة بمن يتواجد من نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ثم الضيوف، يليه زعيم القبيلة، ثم يقدمها للجالسين بالتسلسل. وتسمى طريقة تقديمها بالقص، ويقدم الفنجان باليمين ويستلم باليد اليمنى، واستحقاق كل شخص 3 فناجين فقط، وإذا اكتفى بفنجان واحد فيقوم بتحريكه قليلاً، فيفهم القهوجي ذلك ويتحول إلى شخص آخر.